بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي. موضوع إمامة المرأة موضوع له جوانب عدة يجب أن نتحدث عنها بتفاصيل لنعرف أصلاً عن ماذا نتحدث، ونستمر بعد ذلك بالنقاش في المواضيع الحساسة. هل يمكن للمرأة أن تكون إمامة في الصلاة؟ بداية تحدثنا عن الإمام بشكل عام وعن وظائفه وعن الموضوع اللغوي في حلقة الإمام العامة، والآن نتكلم عن إمامة المرأة. نقول نعم، من الناحية الشرعية والإسلامية يمكن أن تكون المرأة إمامة للمسلمات في الصلاة، سواء كانت صلاة فرض أو صلاة تراويح أو غير ذلك، تهجد أو غير ذلك. ما الدليل الشرعي؟ الدليل الشرعي هو ما ورد عن أمنا أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة أنهن كن يؤمن النساء في الصلاة. الفرق الوحيد بين إمامتهن وبين إمامة الرجال أن الرجال يقفون في الأمام والصفوف خلفهم، أما النسوة أو المرأة عندما تؤم النساء تكون بينهن في صف واحد. هل هذا هو رأي الجمهور؟ لا، هناك في خلاف. فمثلا المذهب الحنفي والمذهب المالكي يمنعان منعا باتا إمامة المرأة حتى للمرأة بأي حال من الأحوال. يجب أن تقف فوق رجل وإلا لا تصلي جماعة. لذلك نرى أن أخواتنا التركيات والبوسنويات وكثير من العربيات من المذهب الحنفي والشمال أفريقيا النساء غالبا لا يصلين جماعة عندما يكن معا. ولكن بصراحة إخوتي وأخواتي الدليل الشرعي القوي جدا هو أنه يمكن أن تكون إمامة للنساء، وهذا مذهب الإمام ابن حنبل والإمام الشافعي. فيمكن لأخواتنا صاحبات المذهب الحنفي أو المالكي أن يقلدن المذاهب المعتمدة الأخرى ويأخذن بها، ويكون هناك عندما يكون هناك جماعة نساء أن يصلين صلاة الجماعة جماعة أفضل منها أن يصلينا أفرادا. والله هذه ليست المشكلة في السؤال الذي نتحدث عنه اليوم في أوروبا، هو ليس موضوع إمامة المرأة للنساء بل إمامة المرأة للرجال. وهنا قصد هذه الرسالة، لأننا نتحدث بكثير من الأمور في أوروبا عن هذا الموضوع وخاصة في هذه الأيام. هل هناك أصلا مجال للحديث عن الموضوع إسلاميا؟ نعم موجود المجال، المجال موجود في حديث أمي ورقة بنت عبد الله، والتي كانت جامعة للقرآن الكريم وقارئة ممتازة، وطلبت من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون عندها مؤذن يؤذن لها في الصلوات في بيتها، وكان عندها أيضا غلام، وأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها. وغالبية الأقوال والمصححين الحديث قالوا أن أهل الدار ممكن أن يكون منهم الرجال، وذلك لوجود المؤذن والغلام في الدار. منهم من قال الدار القطني قال أن ها تؤم النساء فقط، ولكن الغالب والحديث المصحح عند خزيمة وعند الشيخ الألباني، وهو من حديث أحمد ومن حديث أبي داود، أنه كانت أم ورقة تأم أهل دارها وكان منهم الرجال. لذلك من الممكن استئناسا بهذا الموضوع أنه نقول، وهذا أخذ به المذهب الحنبلي مذهب أحمد، إذا كانت قارئة أفضل من أهل دارها، يعني مثلا عندما تكون شابة عمرها 16 سنة وأخوها عمره 7 سنين وهي تقرأ القرآن أفضل بكثير فتأم به، ولو كان أكبر من 7 سنين ليس هناك مشكل أن تأم القارئة الممتازة في أهل دارها الصلوات الجماعة، ليس هناك حرج إن شاء الله. وهذا ليس قولي، هذا قول أحمد وأخذ منه
الكثيرون. أيضا ليست هذه المشكلة. يأتي من يسأل: وماذا عن إمامة المرأة للرجال عامة؟ هل هذا هو موضوع عقدي فيه كفر وإيمان؟ نقول: فيه خلاف للإجماع ربما، ولكن ليس هناك أمر عقدي في الموضوع في إيمان وكفر. وحتى الإجماع هناك من نقضه، يعني حتى الإمام الطبري والإمام المزني وقفوا وقالوا: من الممكن أن تكون المرأة إمامة للرجال مطلقا إذا كانت تجيد قراءة القرآن وتكون في مستوى يمكن أن تقوم بهذا الدور. هذا قالوه. فإذا من يريد أن يذهب هذا المنحى هو يأخذ رأيا شاذا، ولكن لا نجعل منه عقيدة نخرج أحد من دين الإسلام إذا أخذ به. ولكن ما نقوله نحن هنا في أوروبا أن الإمامة يجب أن يكون عندها شيء من العلوم الشرعية، من الفهم الديني، وليس كل حابل ونابل وكل من أراد يطلق على نفسه إمام، أو إذا كانت امرأة إمامة. من جعلك إمامة؟ أين دراستك؟ إذا لم يكن هناك دراسة، أين علمك في القرآن الكريم؟ أين وقوفك أمام المسلمين؟ وقلنا في الحلقة السابقة أن الإمام والإمامة هي ليست مهنة، هي وظيفة. تقف إمام للمسلمين سواء في الدروس الشرعية أو سواء في الصلوات الراتبة وغير الراتبة. فإذا إذا لم يكن هناك مسلم أعطاك الثقة أصلا أن تكون إماما، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تطلق على نفسك إمام، سواء كنت رجلا أم كنت امرأة. وهنا للأسف الشديد هناك من يحاول أن يصطاد في الماء العكر ويقول: إما معاشر المسلمين تتقبلوا أن تكون المرأة واقفة إمامة، وإلا تكونوا أنتم مضطهدين للمرأة. هذا فيه ظلم كثير، لأن ذلك في خلاف لكل الديانات الأخرى. نراهم من الديانات سواء اليهودية أو المسيحية أو حتى البوذية أو الهندوسية، هناك من الرهبان من يكون ذكور، وهذا لا يعني بالضرورة فورا أنه اضطهاد للمرأة. لذلك ما نقوله إخوتي أنه ليست هذه مشكلتنا الكبيرة. من أراد أن يفعل ذلك مثل برلين ليفعل، لا نجعلها وكأنها الدنيا قامت ولم تقعد ولنرى. يعني مثلا في برلين طلبت إلى الآن أن أسمع الخطبة أو أرى صلاة الجمعة، إلى الآن لم يعطونا أي شيء، لم نرى إلى صحفيين يصوروا. نريد أن نرى لنقول رأينا في الموضوع بعد أن نراه. ولكن الصحيح أننا بصراحة في مساجدنا سواء في أوروبا وسواء في العالم الإسلامي لا نعطي النساء الحق الذي أعطاهن هذا الدين. يعني غالبا ما تكون أمكنة النساء بعيدة عن كل الجمهور أو مغلقة، أحيانا لا يرون الإمام، أحيانا لا يسمعنا صوت الإمام. هل هذا الإسلام؟ لا. مسجد الحليل المصطفى صلى الله عليه وسلم إجماعا لم يكن فيه مكان خاص فقط للنساء مع عزل فيزيائي أو عزل كجدار أو كحائط أو كستار. أكثر ما يكون أن يكون هناك خيط لكي يعرف ويضمن مكان النساء. أما كالعادة فكنا يصلينا خلف الرجال. فالطريقة التي نتعامل نحن بها مع النساء اليوم في مساجدنا ليست هي الطريقة الشرعية التي تعلمناها من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا نفعل؟ نفتح مساجدنا أكثر للأخوات والنساء ليتفضلوا، ليصلوا الصلوات، ليتحدثوا، ليسألوا الإمام إذا كان عندهم سؤال. ليس هناك أي حرج. تراها نكون في كل الأمكنة، في الحافلة، في الطريق، في السوق، دائما الرجال والنساء مع بعض. عندما يدخلوا إلى المسجد يجب أن ينفصلوا نهائيا. هل هذا كان عند الحبيب المصطفى؟ لم يكن. كنا يأتينا ويسألنا ويسألنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى في المواضيع الجنسية الحرجة. حتى الرجال كنا يتحرجنا أحيانا من ثقة النساء بأنفسهن عندما يضعنا مثل هذه الأسئلة. فإذا لا أرى فتح موضوع إمامة
النساء للرجال أي معنى. وهناك كثير من الأمور التي يمكن أن تقدم إسلاميا وشرعيا دون أن ندخل بالمحظور لأخواتنا في المساجد أن يكن لهن كلمتهن وأن يتحدثن أيضا. لا يعني عدم خطابة الجمعة ألا تمسك امرأة الميكروفون وتتكلم في مسجد، يمكن أن تدعى لإلقاء المحاضرة، يمكن أن تحاضر قبل الجمعة وتحاضر بعد الجمعة، ويمكن أن تكون خطبتها وكلامها أجمل بكثير من خطبة الجمعة المكتوبة في الصلاة. فإذا لا نخلط بين هذه الأمور الشرعية وبين دور المرأة خاصة والنساء عامة في مساجدنا وفي مؤسساتنا الإسلامية. هذه فكرة عامة، نسأل الله عز وجل أن يلهمنا أن نعطي كل إنسان حقه وخاصة النساء والأطفال في مساجدنا سواء في أوروبا أو في البلاد العربية الإسلامية. وإلى لقاء قريب في رسالة إسلامية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.